السلام عليكم ورحمة الله. قناة في ظل حياة الصحابة تتحدث عن الصحابة وتسليط الضوء على حياتهم، وأنا متحمس جدا لتقديم هذا المحتوى رغم قلة الإمكانيات. فالصحابة رضي الله عنهم هم رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأشخاص الذين عاشوا وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلال فترة النبوة ونصروه وجاهدوا معه. ويعد الصحابة من أهم الشخصيات في الإسلام، حيث لعبوا دورا حاسما في نشر الدين وتوصيل رسالة الإسلام إلى العالم أجمع. وقد كانوا معلمين وقادة ومرشدين للمسلمين، وحملوا لنا رسالة الإسلام بدمائهم وتضحياتهم. ومن بين الصحابة المعروفين نجد أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وحسان بن ثابت، وعمرو بن العاص، وخديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وهذه القناة تتحدث عن حياة الصحابة وقصصهم ومساهماتهم في الإسلام، وسنتحدث عن قصص التوبة والإيمان والصبر والشهادة التي واجهوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه القناة نأمل أن نكون ممن يساهم في خدمة هذا الدين وسط الأمواج المتلاطمة مما نراه من نشر للفساد والتفاهة بين أبنائنا. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعمنا، وبارك الله فيكم، في أمان الله.